يتعلق بموضوع صحيح الشيخ والله يروج لدى بعض العوام ان فلان ركبه مسيحي ركبه قسيس ركبه كذا وكذا جنة. حتى يعني بعضهم بيروج هذا خصوصا في عوام او في ريف مصر وبيذهبوا الى الكنائس حتى الان ودي وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وترجمه على خير. فما وجه هذا الامر؟ ما في الكلام يعني بخصوص الجن وما الى ذلك بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم، بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم وبعضهم يقول له انه جن كافر إيه صليبي وياخذوا الكنيسه ويقول له تعالى القسيس يفعل بك كذا وكذا. لا 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 ادعي ان جن دخل على الكنيسه سواء كان جنيا كافرا او مسلما فقراءتكم لمسلم لا يقرا المسلم يقرا عليه المسلم يقرا عليه القران يتوحده يذكره بالله وانه حرم عليه ظلم هذا الرجل وظلم هذه المراه يتوحده بذلك وياخذ السلاح وصار من هذا قتلته وهو قاتل لكن للتخويف لان بعض الجن خوات جبان اذا راى جد من القاري خرج هذا اللي عندنا يطلع بوقت كذلك ياخذ سكين يعني كذا ترى انها قطعت رقبته او ياخذ عصا ويحرك حجر توعده ويجتهد ويكون كلام قوي ويقرا كلام ضعيف ويقرا وينقذ لا ينفع في غالبا ينفع هذا غالبا ويعاهد الا يعود ايضا.